استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. الله. اهلا اهلا يما، توحشتكم والله. وانت كمان يما. ما شاء الله ما شاء الله. صعبان يما علي، قعدتك هنا انا مش عارف اعمل اي حاجه. سامحيني يما لو كنت زعلتك في يوم ولا صوتي علي عليك. يا ولد يا ولد يا حبيبي، وايه يعني أنا أزعل ومستلح تاني؟ أنا أزعل منك وأدعي عليك وأكره اللي يقول أمين. هو عايز يسمعها منك يما، عايز يسمع إنك نسيت إنه قال لك في يوم اطلعي من البيت. أقول لكم على حاجة، أنتوا ولادي ولاد عمري، وإيه يعني زي ما بقول له أها ابني زعلوا ومستلح. ده أنا قلبي شافكم قبل عيني حبيبي، بناي والدنا غالي وانتوا عارفين. أما شفتي يما، شفتي كبر كيف وبكي شبك. ما شاء الله ما شاء الله، وأنا حلوة كده. انتي كمان ارجي يما. تعالي جواري يا زين. ها اتعلموا ترجوا العيال كيف، عشان انتم ترجوا عيالكم وعيال العيلة بعدي. حاضر يا أم جبرية. عسكري يا عسكري. نعم. عايزة تليفون. ممنوع. هو ايه الممنوع؟ امسك. بسرعة عشان ممنوح. امسك. هو انتي الست ريم؟ ايوه. في ناس بعتني عشانك. مين؟ زينات العدل. اي مرة هتقرب هصرخ. خير يا متر؟ في ايه؟ خبر مش كويس. طب ما تتكلم على طول. ريم هانم. مالها ريم؟ اتخانقت جوه في الحجز ونسوان اتلموا عليها وسقطت. اوه. وهي عامله ايه دلوقتي؟ نقلت للمستشفى بس بيقولوا حالتها صعبه جدا. أنا عايز أزورها. ممكن. أنت قلت لي قبل كده إنها ممكن تخرج بكفالة، صح؟ مظبوط. إيه اللي حصل؟ أنا كنت هموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي. في إيه؟ زينات بعتت ناس عشان يموتوني. بس الحمد لله أنا كويسة. بس البيبي نزل. اقعدي. على مهلك. مش مهم البيبي. أكيد ربنا هيعوضنا الحمد لله. المهم إن أنت كويسة يا ريم. عادل أنا عايزة أخرج من هنا. أرجوك. هتخرجي قريب أوي، أنا اتأكدت من ده. إمتى؟ الجلسة الجاية على طول. بس يا عادل أنا مش واثقة في المحامي ده. المحامي ده كذاب. صدقني أنا مش مستريحة حلو. وبعدين أكبر دليل على أنا بقوله لك دوت اللي حصل مع عصام. عصام خرج من المحكمة على السجن الاحتياطي. أرجوك يا عادل، أرجوك أنا لو دخلت السجن الاحتياطي هموت نفسي. ما تقوليش كده يا مجنونة. تموتي نفسك ده إيه؟ حبيبتي أنت الجلسة الجاية هتخرجي. وهتخرجي من الجلسة وانت في ايدي، وهنطلع بره مصر، مش هنقعد دقيقة واحدة هنا. بجد؟ طب انا هخرج ازاي؟ هخرج ازاي وانا على ذمة قضية؟ حبيبتي انا عارف انا بعمل ايه.
وانت عارفة عادل لما بيخطط لحاجة بينفذها كويس قوي. حبيبتي انا مش هقدر استحمل تقضي عمري كله في السجن. انا ممكن اموت. ارجوك يا عادل. ارجوك. انت وعدتني. اوعى تعمل حاجة تانية. وانا عند وعدي يا حبيبتي. خليكي واثقة فيا. بقولك ايه؟ الواد ده ابن سبعة زي امه وحيطلع ايه؟ عفريت بيمشي كده على الحيطان مجنون وعصبي وبيعض. طمنيني على ريتال. ريتال؟ ريتال كويسة وزي الجن. انا بقى اللي دراعي مش كويس. انا امرك غني في يدك ده عملتلي ساعة مع اني قعدتها في بيتي وشلتها على كفوف الراحة واكلتها المحمر والمشمر. بس تقولي ايه هي ريتال كده؟ بتعض اليد اللي بتتمدلها. انت عارفة كان نفسي تولد في مستشفى. مالها نجمة؟ نجمة مسقطة ومولدة نسوين البلد كلهم. وبعدين انت مين ولدت اتولدت على يد مين؟ داية وانا كمان. بعدين ريتال مش احسن مننا. ازيك يا شمس؟ ازيك يا ست فوزية؟ اهلا يا مفيدة. ايه حصل حاجة؟ لا مفيش حاجة. انا جاية اشوف عبد الحكيم. كانت ريتال قالت لي تعالي شوفي في اي وقت. وقلت شفت حسن قاعد على القهوة وقلت اجي اطلع الواد. طب اقعدي اقعدي. تعالي حبيبتي. ريتال ولدت. جابت واد قمر. مبروك. ربنا رزقها وبيعوضها على اللي حصل لها. مبروك يا حسن. الله يبارك فيك. انت عاملة ايه؟ انا بخير. ما تشغلش بالك بي. ادخل شوف ريتال. تلاقيها مستنياك. انا هجيب لك الواد. مبروك 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 عليك. خالق الناطق عينين ملونه وبيضان. اصل امي جبريه كانت بتتوحى مع توم كروز. ايه مالك يا حسن؟ ليه واقف كده؟ شيل الواد. عبد الله. ايوه عبد الله حسن ابو حكيم ابني سبعة. زي وانا كمان. ربنا يستر ما تطلعش دماغه طاقة زيك انت وهي كمان. هو يا طول يبقى زي ابوه. ايوه نطلع منها احنا. استشبه امي. لا ده شبه عمي عبد الحكيم الله يرحمه. ايوه بس جابينه زي جابين امي. لا هو ابيض وامك كانت سمرة. قصدك يعني انه شبه امي الكريمه. ولا امي كريمه ولا امك جبريه. انا ابني زي القمر طلع شبه ابوه.